كورن فليكس بس على شكل كوكيز صغير، هيك طبات كثير فخم ومفيد وحلو يعني سريع. كوكيز الكورن فليكس لنعمله نحن بحاجة ل 3 أكواب كورن فليكس، كوب من الفستق، نص كوب عسل، نص كوب زبدة الفستق، ونص كوب سكر. يا سلام عليك يا روان. يا سلام، يا سلام. أسهل الطبق، حبيت إنه كتير بسيط مقاديره. على طول زبدة الفستق بتكون كنت حطيتها شوي بالفرن حتى تسيح معي بسرعة. راح أضيف عليها أكيد نص كوب من العسل. عسل زي المشاهدين قناة رؤية المحترمين، متابعين المطبخ حبايبنا، العسل كلهم. ومن ثم أكيد راح أضيف السكر. السكر طبعا هون بس ملعقتين ثلاث، في حال ما حبيت يكون في سكر كثير راح أضيف الفستق، فستق العادي. ومن ثم رايحين نخلط يا روان. وصار عندي هون هالقطايب. راح أجيب الكورن فليكس الآن مباشرة وأضيفه وين يا روان؟ على هالطبق المرتب. ومن ثم نبدأ نخلطه مع بعضه كله. والله بسيط، طبعا بدوش خبيز بالفرن طبعا، هاي الفكرة، حتى كله يتجانس مع بعضه 100%. والآن بدنا نبدأ نشكله ونجهزه، بس خلوني أنظف إيدي وأجيب هالشغلة. إذا زبدة فستق نص كوب، نص كوب من العسل، ملعقتين من السكر، وأضفنا عليه أو خلطناهم مع بعضهم، وأضفنا كوب من الفستق العادي، ومن ثم أضفنا 3 أكواب من الكورن فليكس الموجود اللي بنستخدمه إحنا في البيوت طبعا للإفطار. مباشرة خلطناهم مع بعضهم، ومن ثم راح أبدأ أشكلهم بالشكل اللي بتلاقوه مناسب أنتم. فأنا عندي هون سكوب تبع الآيس كريم بهالشكل، شايف روان؟ هذا هو، يا سلام، شايفين؟ بهالشكل بصير عندي، هاي موجود على الطاولة طبعا، أنا عامله من امبارح، ولا أطيب من شكله طبعا، لما يدخل الثلاجة رايح يجمد ويشد معنا، بس حتى شكله حلو وطيب. بعدين فيه عسل وزبدة الفستق، هذا إشي كتير مفيد للزوار. طلعوا المنظر محلا، منظر ولا أروع ولا أسهل من الكوكيز اللي ممكن نعمله إحنا، أو كرات اللي بدكم إياه بتسموه. هيو هذا الطبق تحديدا اللي عملناه لليوم، اللي هو كورن فليكس الكوكيز، عبارة عن 3 أكواب من الكورن فليكس، أضفنا له نص كوب من العسل ونص كوب من زبدة الفستق، ملعقتين كبار من السكر، خلطناهم مع بعض مع إضافة كوب واحد من الفستق العادي، بعدين أضفنا 3 أكواب من الكورن فليكس، خلطناهم كلهم مع بعض وشكلناهم على الثلاجة لمدة ساعة، ومن ثم فينا نستخدم مباشرة ولا أطيب منه. يا سلام يا شيف.